اهلا بكم مشاهدين قناه الصحه والجمال في حلقه جديده من حلقات برنامجكم عياده رمضان. موضوعنا النهارده ممكن تكون ليه اسباب كتير قوي. ايه الفرق ما بين الغيبوبه والدوخه والاغماء؟ واي بوادر عندنا ان احنا نبقى مش قادرين نتحرك من مكاننا او حاسين ان الدنيا بتلف حوالينا؟ هل دي بوادر غيبوبه؟ علشان نعرف الفرق ما بين الغيبوبه وايه اسبابها وايه طرق علاجها وايه الاسعافات الاولى اللي انا اقدر اعملها لو اللي قدامي فعلا بجد اتعرض لحاله من حالات الغيبوبه، هيكون معانا دكتور سعيد عبد الرحمن جحا، استشاري امراض البطنه والقلب، عضو الجمعيه العربيه لسكر الدم، عضو الجمعيه المصريه لضغط الدم. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا فندم، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. ايه الفرق يا دكتور ما بين ان انا ممكن احس ان انا عندي اغماء او عندي بوادر دوخه وان انا هدخل فعلا على بوادر غيبوبه؟ تمام حضرتك. الغيبوبه مبدئيا هي درجه من فقدان الوعي. تمام. ويعني درجه مطوله اللي بيها الشخص ده هو بيفقد الالمام بالبيئه اللي حواليه والاحساس بالمؤثرات الخارجيه. ما بيبقاش مدرك بالبيئه الخارجيه اللي حواليه. بتختلف عن النوم، ان النوم ممكن لو الانسان مثلا قرص النائم بحاجه بتاع بيفوق بقى زي الفل. تمام. انما الغيبوبه لا، حتى لو فاق بتحسي ان هو كلامه تقيل، بيخطرف في الكلام، مش مدرك بالزمان والمكان اللي فيه، وبالتالي دي بيتنم على ان هو يكون حاله مرضيه، وخاصه ان احنا بنشوف الشخص هل في تاريخ مرضي عنده لاي امراض، لان طبعا الغيبوبه حضرتك ممكن تكون حاله نفسيه. بشوفها جدا في البنات في سن المراهقه. بنبص للاهليه شايلين البنت 14 سنه 17 سنه 16 سنه واكتشف ان هي حاله نفسيه، ازاي؟ بلاقيها بتبربش بعينيها ومغمى عليها، نقيس الضغط، نتمنى على الحيويه، نقرصها في ودانها لقاها فتحت وفاقت. تمام. فدي برضو من ضمن الاسباب فقدان الوعي بقى في بعض الاحيان التوتر او الحاله النفسيه في بعض الحالات. وفي حالات بقى مرضيه حضرتك بيبقى يعني اللي هتبقى اسبابها. تمام. هنتكلم دلوقتي في كل الحالات المرضيه. تمام. بس انا عايز اعرف من حضرتك، احنا عاده في الصيف وخلال الصيام ونتيجه لسوء التغذيه اللي احنا ممكن نكون بنتعرض ليه، اوقات كتير جدا بنكون بنصلي او قاعدين، مجرد ما بنقوم بنحس ان كان الدنيا كلها بتلف بينا ومش قادرين نشيل. هل ده نوع من انواع ان احنا داخلين على حاله من حالات الاغماء، او ممكن فعلا يختل توازننا؟ هو في حضرتك حاجه اسمها البوشر هايبوتنشن، يعني الانسان لما بيقوم الترويه والدم اللي بيوصل للمخ بيقل شويه. تمام. فبالتالي بتحصل كتير جدا برضو في الفيميل في السيدات. تمام. وخاصه الحوامل او مثلا في عليهم مثلا مضاد، بتلاقي عندنا الضغط منخفض جدا. تمام. تقيس الضغط، وعشان كده دايما حتى قياس الضغط بنقول لازم نقيسه واحنا قاعدين، نقيسه واحنا واقفين، نقيسه واحنا مسترخيين، لان دي كلها ارقام. فمن ضمن الاسباب الرئيسيه ان احنا بنقوم مثلا نحس بدوخان بيبقى ده انخفاض في ضغط الدم. في بعض الاحيان بتبقى في قله طبعا في ترويه المخ والدم اللي وصل للمخ، وبعض الاحيان بتبقى حاجه فيسيولوجيه، يعني ما بتبقاش مرضيه قوي الا اذا كانت مصاحبه باعراض ثانيه اقوى شويه. الغيبوبه ليها انواع يا دكتور؟ نعم حضرتك، احنا عندنا لو اتكلمنا عن درجات الغيبوبه في حد حضرتك مقياس اسمه مقياس جلاسكو. تمام. ده عباره من 15 نقطه، في ثلاث نقاط او ثلاث محاور. المحور الاولاني اللي هو الحركه، لو الانسان ما بيتحركش خالص، يعني مهما انا مثلا انا اخبط رجليه ايديه احاول احركه بالعافيه ما بيتحركش، مفيش، فده بياخد 1 من 6، حتى بيخش صفر بياخد 1 من 6. بنشوف مثلا الكلام بتاعه، هل بيتكلم مثلا بمجرد ما اقول له يا فلان انت عامل ايه بتاع، ما ردش عليا خالص مثلا، ولا بقرصة ودن ولا بأي حاجة ولا أي مؤثرات خارجية، ده يعتبر في غيبوبة كاملة، بياخد برضو 1. تمام. برضو حركة العين، هل بيفتح عينه لوحده، بيفتح عينه لما أرصه فيها، لما نادى عليه ده بياخد 1. لو الإنسان ده فعلا ما فيش برضو حاجة خالص بياخد 1. يعني عندنا الجلاسكو أقل حاجة فيه 3. طيب بنجمع السكور ده عبارة 15 من 15. طب لو جاب لي 8 من 15 7 15، يبقى ده في غيبوبة جديدة جدا، وده حاله خطر ومفروض يتنقل الرعايه. وقبل ما يتنقل الرعايه طبعا المفروض بعمل له الاسعافات الاوليه. هنتكلم عن الاسعافات الاوليه قبل ما نروح المستشفى او قبل ما نطلب الاسعاف. بيبقى في اهل البيت الاسره. بالظبط. انا كبنت او كابن، والدي حصل له غيبوبه او والدتي، ايه التصرف الاولي اللي بسرعه اللي انا اقدر اعمله؟ تمام حضرتك. لحين ما تيجي الاسعاف او ان انا اقدر اروح المستشفى. طبعا دي نقطه مهمه جدا، ودي اهم نقطه. لان اللي هنعمله في البيت او في مكان عملنا او في النادي، وقت ما نشوف الانسان اللي قدامنا ده دخل في غيبوبه، ده اسمه لايف سيفنج، يعني بنقذ حياته. فعشان كده بنقول كل الناس يجب ان هم ياخدوا دور في الاسعافات الاوليه. يعني مش لازم الناس اللي شغالين في الميديكال فيلد في الحقل الطبي، لا، المفروض كل الناس يبقى عندها الثقافه ده. هي عندنا الثقافه بتاعت الاسعافات الاوليه. الاسعافات الاوليه في المكان العمل المفروض، طبعا انا عشان شغال في مستشفى فاكيد عندنا مجهزه، انما انا اتمنى ان
كل مصلحه حكوميه وفي كل نادي رياضي ومش عايز اربطها في كل بيت عشان صعب، يبقى لازم في حد مدرب على الاسعافات الاوليه، مش حد، في اكتر من حد كمان. طبعا انا مثلا في شغلي ولقيت واحد وقع من طوله فجاه دخل في غيبوبه، تمام، في نوع بيقول ايه قلبي تعبني يا جماعه وقع، على طول في حاله زي كده اهوت بحاول اعمل له انعاش قلبي رئوي اللي هو حاجه اسمها السي بي ار، اللي احنا بنضغط على منتصف الصدر في اسفل الصدر، تمام، وفي ماوس تو ماوس بريثنج حاجه كده بنعملها. لو في واحد متمرس قوي وعارفين الشخص ده انه عنده القلب بنديله حبيتين اسبرين، لان ده بيبقى داخل على ازمه قلبيه. بنبدا نديله قرص دينيتور تحت اللسان. لو في جنبيه اصلا اكسجين مهمه جدا بديله الاكسجين، وطبعا بنقول له اقرب مستشفى. طيب دايما الناس اللي عندهم سكر وخاصة السكر اللي هو من نوع الاول محتويين على الانسولين بنقول لهم يا جماعه دايما تشيلوا معاكم حاجه تثبت ان عندكم سكر، زي كارت تعريف او اي علامه. ليه بقى؟ لان غيبوبه السكر دي بتيجي في لحظه. بالظبط، قمه السكر او غيبوبه السكر من اسوأ انواع بالظبط الغيبوبه اللي ممكن تصيب الانسان وهو معرض ان هو يوميا او في اي وقت مفيش مؤشرات غيبوبة. كمان مفيش مؤشرات تقول ان الشخص ممكن يبقى كويس جدا وسايق عربيته فجاه دخل في غيبوبه ازاي؟ تمام. الناس اللي بياخدوا الانسولين بالذات ممكن واحد خد الانسولين ما كانش كويس، ما اتصحرش كويس، وجه على الساعه 12 الظهر ولا الساعه 2 3 سقى العربيه بتاعته، السكر نزل دخل في غيبوبه. علاجها بسيط جدا، بس لو الناس عرفت الراجل ده دخل في غيبوبه او الشخص دخل في غيبوبه ليه، لو حامل معاه سكر، لو في وسط اهله سهله جدا يعرفوا ان ده بيتعالج بالانسولين وبتاع، بياخد ميه بسكر، بياخد اي حاجه حلوه، عسل، نحل. طيب في بعض الاحيان مش دي الكفايه، بعض الاحيان الحاجه دي مش كافيه تخلص في البيت. امتى اديله عسل نحل ولا حاجه بسكر؟ لو السكر بتاعه في 40 50، انما انا بتجي لي حالات في عيادتي سكره بيصل ل 12 و13، ما ينفعش اديله يعني ده بقى لايف سيفنج، ممكن يموت في خلال نص ساعه. يعني تصوري انخفاض السكر اخطر مليون مره من ارتفاعه. عندي ناس كتير بتتابع السكر وسكره ممكن يكون 300 420 عادي، وناس بتجي لي سكرها 600 وممكن ما دخلش في الغيبوبه، يبقى داخل عيوب بس لسه فايقه وعالي. خطوره السكر في انخفاض سكر الدم، مفيش طاقه واصله للمخ، ممكن يحصل ان المخ يحصل له تلف او الدم يحصل له تلف في نص ساعه، ممكن يموت العيان او في ثواني. الدم ما بيوصلش للمخ. بالظبط كده، لان هو الجسم هو عباره عن جلوكوز وطاقه، مفيش طاقه خلاص. فطبعا في اللحظه ديت المفروض ما فاقش بالميه والسكر او كده، خاصه لما يكون بيتعالج بالانسولين او عنده خلل في الكلى. ايه الناس المعرضين لانخفاض سكر الدم؟ مش اللي بياخدوا انسولين بس، برضو اللي عندهم وظائف الكلى مش كويسه، يبقى في مشكله عندهم في الانسولين والتخلص منه او عدم التخلص منه. دي نقطه ثانيه. الناس اللي عندهم حاجه في البيتيوتري في الغدد برضو ده معرضين لانخفاض السكر، بس اشهر حاجه في مصر وفي العالم كله اللي هم الناس اللي بياخدوا انسولين. فعشان كده دايما بنصح جميع الناس ان الانسان بيتعالج من الانسولين من النوع الاول لازم من السكر منعه، لازم يبقى معاه كارت او تعارف. حاجه تبين ان هو لو حصل له اغماء او حصل له كميه سكر او اي حاجه بالزبط. اللي موجود معاه في المكان يقدر يعمل له الاسعافات الاوليه، يقدر يعمل له الاسعافات الاوليه ان هو يديله ميه بسكر بتنقذ حياته. السكر بعد ما كان 12 ممكن يرفع ل 20 30، نقول للمستشفى بعد كده في الحاله دي بعد كده نبدا ناخد بقى سبل العلاج. عندي فرصة او بقى نقول للمستشفى او يعمل اي حاجه، عندي فرصه نقول للمستشفى لو انخفاض في سكر الدم الحاد بديله جلوكوز 25% 200 سنتي او بنديله جلوكاجون، بس ولو ان اللي انا شايفه عندنا في المستشفيات هو اللي جلوكوز 25 بندي يا دوبك تلت ازازه الجلوكوز، بيقوم ويروح بقى زي الفل طالما لحقته. لحقناه. طيب غيبوبه ارتفاع سكر الدم مش خطيره جدا، اي نعم مضاعفاتها خطيره لان الانسان ما يفقدش حياته بسرعه فيها، لا عنده مناعه ان يقاوم. ارتفاع سكر الدم خطورته في الجفاف، ودي مشهوره برده في رمضان، عشان كده بنقول، ويعني عايز اقول المشاهدين كل سنه وهم طيبين وبمناسبه العيد ان شاء الله، تمام. بالنسبه برضو اللي احنا كنا في رمضان المفروض السكر بينزل عن 60 ما يصومش، واللي يعلى عن 300 ما يصومش. ليه بقى؟ 300 ده ممكن يخش في جفاف ويروح الحمام دايما، ولا قدر الله لو جاله التهاب او نزله برد او الحاجات اللي هي بتعمل غيبوبه ارتفاع سكر الدم يخش في غيبوبه، ودي حاله مرضيه ممكن تهدد حياته برضه. يعني ارتفاع سكر الدم خطير برضه جدا، بس مش زي انخفاضه، اصعب. بالظبط حضرتك، ممكن بقى نسعفه بالانسولين، بنقول للمستشفى بعض الاحيان بندخلهم طبعا الرعايه، بنعمل لهم غازات بالدم وفحوصات شامله، وممكن يخش في جلطه في القلب. ما هو مريض السكر ده حضرتك برضه بيبقى لازم، السكر مشكلته في مضاعفاته، بيأثر على الشرايين والاعصاب، بيأثر على كل عضو في الجسم. بشوفها كتير جدا في الناس اللي عندهم غيبوبه يخش في جلطه في القلب، ومريض السكر يحس عنده ضعيف. يبقى اصبح ممكن يكون عنده سكته قلبيه. سكته قلبيه وهو مش واخد باله كمان. كنت لسه هكلم حضرتك عن السكته القلبيه والسكته الدماغيه وانواع الجلطات. تمام حضرتك. هل مريض السكر معرض اكتر
لانواع الامراض او انواع الغيبوبه دي، المضاعفات دي اللي هي زي السكته الدماغيه او حقيقي. الجلطات اكتر منه من اي شخص العادي. ده حقيقي. يعني ايه الاسباب يا فندم؟ اعتقد يعني بتبقى 4 أضعاف الجلطات في مريض السكر والضغط كمان. يعني في احصائيات حاجات مضاعفه جدا. ليه بقى؟ السكر والضغط عامه وجهين لعمره واحده، او السكر اللي احنا هنتكلم عنه ده بيأثر على الشرايين كلها بتاع الجسم. الشرايين وصف كل في القلب وفي المخ. السكر بيخش لما يخش على القلب بيعمل حاجه اسمها كارديوميوباثي، بيعمل تصلب في الشرايين، نسبه الدهون بترسب على الشرايين اكتر. وبالتالي بيميل ان هو يكون جلطات. الشرايين فقدت المرونه الطبيعيه بتاعتها، تميل ان هو يكون جلطه، او على الاقل يحصل فيها دي، الانسان يتعرض لضمحه صدريه ومره في مره تبص تلاقي دخل في جلطه في القلب. ده من ضمن مضاعفات السكر اللي بيأثر على الشرايين، بيزيد القابليه لها للتصلب. طب وفي الحاله دي المفروض ان مريض السكر يبقى دايما بياخد ادويه سيوله؟ برافو عليكي. طبعا احنا عندنا قاعده مهمه جدا في الاسبرين، عندنا لو انسان سليم تماما يقدر 40 سنه. شوفي سليم تماما، اي انسان اي انسان سليم بعد ال 40 لازم يفضل ياخد ادويه السيوله افضل من الجلطات. تمام. من السكته القلبيه والسكته الدماغيه اللي اسبابهم الجلطات والغيبوبات. طيب لو انسان عنده ضغط او سكر تمام يقدر على 30 سنه. تمام 30 سنه. ناخد استاذه جيهان من المنيا. مساء الخير يا استاذه جيهان. الو مساء الخير يا فندم. حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. سؤال بس للدكتور. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. كنت عايزه اعرف يا دكتور، والدتي انا عندها سكر وبتجيلها باستمرار غيبوبه السكر دي، احنا بنديها زي ما حضرتك بتقول ميه السكر بس مش بنوديها للمستشفى او اي حاجه، بتكمل حياتها عادي ويومها عادي لغايه ما بتاخد الجرعه الثانيه. مثلا بتبقى مثلا توقيتها مثلا بالليل الساعه 8 9، بس ما بيحصلش ان احنا نحولها للمستشفى او اي حاجه، هي بتجيها باستمرار وبيبقى سكرها معدي 300 كده يعني. بتوصل لغيبوبه او حاجه يا استاذه جيهان؟ ايه؟ يعني بتوصل لغيبوبه او حاجه ربنا يعافيها يعني؟ ايوه هي بتجيها غيبوبه كتير باستمرار. تمام. بس احنا مش بنوديها للمستشفى او اي حاجه. يعني عايزه تعرفي الاسعافات الاوليه اللي ممكن تعمليها في البيت. تمام حضرتك. تمام. طبعا حضرتك هي يعني تطرقت لنقطه مهمه جدا. طبعا ان الانسان لو فقد الوعي في السكر، في عندنا سؤال دايما حتى احنا لما كنا طلبه او في المستشفيات التعليميه كنا دايما بنساله او دايما بنتعرض ليه. الانسان عندي ده في غيبوبه وانا في مكان مش قادر احدد ده غيبوبه ارتفاع السكر ولا انخفاضه. ولا انخفاضه. على فكره دي حاجه مهمه جدا. نعم. هيحدد انا هعمل ايه في الاسعافات الاولى. ده سواء حتى يعني الطبيب المفروض طبعا بالكشف يعرف بسرعه اذا كان دي انخفاض ولا ارتفاع، ولكن الفيصل هنا في ازاي اتصرف في موقف زي كده. يعني عندي بقى بعمل حاجه نقطه مهمه، بندي حتى جلوكوز 5 ما فيش بدي حاجه بسكر. ليه بقى؟ يعني لو هي شاكه والدتها ده غيبوبه انخفاض ولا ارتفاع تدي لها كوبايه عصير في نسبه سكر عاليه. لو ارتفاع في سكر الدم كوبايه العصير دي مش هتضرها، بالعكس ممكن تصلح الجفاف اللي عندها. تمام. انما لو انخفاض السكر هتنقذ حياتها. تمام. هي المعلومه كده وصلت ان بالزبط. هو لو عندي ارتفاع كوبايه العصير بالسكر مش هيضر. مش هتضر. بس لو عندي انخفاض هتحل طبعا. هتحل المشكله وتنقذ حياتها. طبعا. تمام. اوكي. معانا مريم من الاسكندريه. مساء الخير يا مريم. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، كل سنه وحضرتك طيبه. عليكم وانت طيبه. ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه. لو سمحت يا دكتور، انا على طول بحس بدوخه وببقى تعبانه خالص، وعلى طول بقيس الضغط وبلاقيه واطي. تمام. فعايزه اعرف يعني الدوخه دي بتجيلي من ايه؟ انت عمر حضرتك كام سنه؟ عمرك كام سنه؟ عندي 27. تمام. صغيره لسه. طب عملتي تحاليل؟ انواع تحاليل عملتي؟ عملت تحاليل وطلع عندي انيميا. تمام. الانيميا بتاعتي 9. تمام. اوكي خلاص. اسمعي الدكتور والف سلامه على حضرتك. طبعا فضل. رقم 9 كهيموجلوبين رقم مش سهل برضه. طبعا يعني احنا بنشوف طبعاً. كل اللي في السن بتاع ده اهوت بحكم الدوره 27 سنه. دايما عندنا الست المصريه والعربيه عاده بتفضل في الموضوع ده لحد تقريبا انقطاع الدوره الشهريه. طبعا مسؤوليات في البيت ومسؤوليات في الشغل، وبعض الحين ما تهتمش باكلها وشربها، ما فيش برضو العادات السليمه في الغذاء. الست شمعه تحترق من اكل البيت كله. تمام. فلا اما تعمل رجيم قاسي وتنسى نفسها في عشان الأكل. جسمها وشكلها. لا اما ما تنظمش خالص اكلها وتهتم بالبيت والمكان اللي هي فيه. فطبعا يعني دايما الست المصريه وخاصه في السن بتاع الصغير ده عاده بتتشكي من العوامل دي كلها. ف
فعلا بيبقى اول حاجه ان احنا بنشوف صوره الدم بقى عندها نسبه انيميا. الانيميا لها انواع جدا، في نقص ب 12، نقص الحديد، وده الاشهر سبب، اشهر سبب نقص الحديد. بتاخد يعني في الحاله بتاعتها دي عندنا في انيميا يعني لو وصلت لسبعه في ناس بيحتاجوا نقل دم، بس مش في حالتها هي، في الناس بقى اللي هم مثلا بيحملوا لا قدر الله عندهم نزيف او حصل نزيف او غيره. انما رقم 9 اللي عندها ده عادي، بنبدا نعالج الانيميا ونشوف طبعا عم نعمل سكرين للحديد كله تمام. بيبقى في تحليل كتير قوي للحديد، بنشوف النوع ايه بالظبط وبدقه، العنصر نفسه ايه اللي محتاجين نزوده، بنشوف برضه لو في نقص به 12 بنبدا برضه نعمل تحليل بول بسيط بشوفها جدا، بيبقى في بعض الاحيان نسبه التهابات في المسالك البوليه. اسباب الانيميا مش عدم امتصاص الاكل والمعده، يعني المسالك البوليه ليها سبب في الانيميا. الكلى الكلى حضرتك بتصنع ماده اسمها الاوريثروبويتين، ده المسؤول عن تصنيع كرات الدم الحمراء. فدايما المرضى اللي هم الكلى عندهم فيها خلل او فشل كلوي، فشل كلوي بياخدوا نقل دم تمام، لان الكلى مسؤوله عن تصنيع كرات الدم الحمراء. فبالتالي الانسان اللي عنده التهابات في المسالك ونسبه صيدله على وده تاثر على وظيفه الكلى، بيبقى عندهم انيميا. طب بتختلف درجات الانيميا، فشل الكلوي بيصل لخمسه واربعه وسته، انما مثلا في الناس الصغيرين الناس العاديين بتصل لعشره تسعه، كل الحاجات دي يعني وارده. فهي بالنسبه لها ضغطها بينخفض اكيد طبعا، والضغط المنخفض دايما دايما عيادته تميل للحالات دي دايما. اعتقد ان ثلاث ارباع الشعب المصري الله ينورك في الفيميل بالذات، في السيدات بالذات او البنات دايما ضغطهم بيبقى منخفض. وبص جايين حد كاتب لهم النقط او راح الصيدلي خد نقط غلط، لا طبعا مش مستاهله كل ده، اصله عالج السبب مش ضغط مرضي. بالظبط كده، عالج السبب، اصل النقط دي علاج اعراض. انا حاسه بالضغط خد نقط. طب ايه السبب؟ لازم نعرف ايه السبب. انخفاض ضغط الدم اسباب بسيطه جدا، واقول لك في نفس الوقت سهل، مش زي ارتفاعه طبعا هو خطر اكيد الصامت. اكيد طبعا هو ده الخطر. انخفاض ضغط الدم خطير جدا في حاله واحده بس، في ناس كبار قوي في السن اللي هم كانوا عندهم ضغط قبل كده. ابص الاقي واحد داخل لي مثلا 70 80 سنه وضغطه نازل، بخاف منه. طبعا ده مشكله خطره، خطر جدا، دي حاله خطيره. واعمل رسم قلب الاقي عنده اعتلال جامد في عضله القلب. الضغط فضل ياكل في جسمه، ياكل في القلب بتاعه، بدا يعمل له اعتلال في عضله القلب، اصبح القلب ما بيضخش الدم كويس، بينقبض وينبسط بالعافيه، فاصبح ضغطه بدا ينزل. بقى ده اصبح بنديله مواد معينه وبندخله الرعايه وبنديله حقن ترفع الضغط تحت مونيتور وجهاز، ده بتبقى حاله مرضيه خطيره. بعض الاحيان بيخش في سكته قلبيه نتيجه لان الدم القلب ما بيضخش دم للجسم، القلب ما بيضخش الدم، انخفاض الدم في العروق بتاعت الجسم. انما في السن بتاعها ده ما فيهوش خطوره قوي، لازم نعالج من البدايه الحاجات البسيطه دي عشان ما تكبرش معانا. طب عايزين نتكلم في التغذيه يا دكتور. تمام، اساليب وطرق التغذيه السليمه، بما ان احنا بنتكلم في حاله اهو بنت صغيره وليها علاقه بالتغذيه. نعم. ايه انواع الماكولات او الاكل الطبيعي اللي ممكن ناكله يزود الدم، يزود الهيموجلوبين، يقوينا، حاجات تبقى عاديه، معاه ان احنا ناخد معايا برضو الفيتامين والحاجات من الادويه من الدكتور، بس في نفس الوقت عايزين نتكلم عن ناحيه التغذيه. تمام حضرتك. طبعا يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، تمام، والاكل بتاعنا لازم يكون متوازن. طبعا المشكله ان احنا عندنا في معظم بيوتنا المصريه الاكل ما يكونش متوازن، المفروض طبق السلطه يبقى موجود اهم حاجه، المفروض على السفره طبق السلطه. بالظبط كده. لو قلنا مثلا الكبده حلو قوي بالنسبه لنقص الحديد، السبانخ، في اطعمه كتيره جدا، في بقى البوتاسيوم مهم جدا لانخفاض ضغط الدم، في الفاكهه مثلا زي الموز تمام، يقول لك مثلا رمان حلو للمراره، هي مجموعه كبيره جدا من الاطعمه، وكل كل حاجه معينه خلقها ربنا لها فايده للجسم، ولكن الاسراف فيها مش مطلوب. اكيد طبعا. فطبعا يعني انا شايف ان احنا بالنسبه لنا في رمضان حتى دلوقتي دايما الانسان منا لما يفطر مثلا على تمر وميه حلوه قوي، المفروض بيروح بعد كده يصلي العشاء والتراويح، ياكل بعد كده. الكارثه اللي الناس بمجرد ما الاذان يقول الله اكبر بيقعد على الصفه وياكلوا، ده كارثه كبيره جدا. الناس عملتها كانت بتعملها في رمضان، وطبعا احنا فاضل لنا يومين على الانتهاء، ولكن النصيحه دي لان صوم تصحه. طبعا الصيام ده حتى الناس لما تصوم اثنين وخميس تلاقي صحتهم حلوه جدا. يعني الصيام مخلص برمضان؟ لا طبعا، في السنه وفي صيام اثنين وخميس وفي فطبعا المفروض احنا حتى بعد التراويح نبدا بقى ناكل اكل متوازن واكل صحي ونشرب ميه كافيه، مهمه جدا الحاجات دي، مهمه جدا. ما نكترش من السكريات، الملح ده العدو الاخطر لضغط الدم. عندنا في حاجه اسمها السموم البيضاء، السم الابيض، السم الابيض اربعه حضرتك، الدهن والملح والعيش الابيض اللي هو الفينو، في ماده اسمها الترانس فات تقريبا في امريكا هيشيلوها خالص تمام. والسكريات طبعا، السكر بيعمل سكر، الدهون بتعمل ضغط دم وكوليسترول وتعب وتصلب في الشرايين وغلطات وسكتات، طبعا مشاكل كتير. الملح العدو الاول للضغط، بيعمل فشل في القلب بعد كده، يخلي الانسان القلب بتاعه فجاه سكته قلبيه. فيعني النظام الصحي في الغذاء المتوازن، الوجبات الخفيفه، التيك اواي كارثه
طبعا في دهون كل حلقه كل ما يبقى معايا دكتور كل حلقه يتكلم على التكاوي وعلى الفاست فود ويتكلم شبابنا بيتدمر العشرينات والثلاثينات استسهالهم ان هم يجيبوا اكل تكاوي من بره هم بيدمروا صحتهم وهم لسه في مقتبل حياتهم اصلا. ظهرت الامراض حضرتك في سن مبكر وظهرت امراض جديده بسبب العوامل دي كلها بسبب كل ده بتلاقي سوء التغذيه يعني المفروض الهواء النقي الاكل الصحي المدخنين كارثه كارثه. عشان كده بنقول رمضان وصيام فرصه حلوه قوي ان الانسان المدخن ينقي صدره وينقي المعده وينقي الشرايين بتاعته اللي هي لان التدخين السبب الاول لتصلب الشرايين. انا اي انسان بيخش عيادتي اول سؤال بسالها لهم ضمن اسئله مهمه جدا لازم انت مدخن ولا مش مدخن. ده كارثه كبيره جدا. الدخان بيأثر على الانسان من راسه لرجليه. في مدخن ايجابي ومدخن سلبي. حتى المدخن اللي ما دخنش اقول له ما تصاحبش المدخنين ولا تجالسهم لان في مدخن سلبي بيبقى اصعب من اللي بيدخن كمان. تمام. يعني عندنا في مدخن سلبي ومدخن ايجابي. الايجابي ده اللي هو بيدخن. المدخن السلبي اللي بيصنع شكل الهواء بتاع المدخن ده كارثه الواحد ده مسكين ده بياخد الدخان والامراض اكتر منه. فطبعا يعني الحاجات دي كلها مهمه. الهواء النقي، الاكل السليم، الشراب السليم، النوم برضو بتاعنا يجب ان احنا ننام 7-8 ساعات في اليوم، ما يبقاش نوم متقطع، يبقى نوم متواصل، ما فيش ارق، يعني كل الحاجات دي مهمه في حياتنا طبعا. تمام اكيد. طبعا اللي حضرتك بتقوله والسمات اللي احنا المفروض نمشي عليها في حياتنا مهمه جدا علشان صحتنا. مستمرين مع حضرتك ان شاء الله، مستمرين مع دكتور سعيد عبد الرحمن جحا استشاري امراض البطنه والقلب. فاصل ونرجع لكم تاني مشاهدينا الكرام. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام مع الدكتور سعيد عبد الرحمن جحا استشاري امراض البطنه والقلب، عضو الجمعيه العربيه لسكر الدم، عضو الجمعيه المصريه لضغط الدم. اهلا بيك مره تانيه يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. قبل الفاصل كنا بنتكلم على التغذيه. نعم. بما ان حضرتك بقى دكتور امراض بطنه. نعم. هنتهز الفرصه دي واسالك عن مرضى الكبد ومرضى الضغط ومرضى السكر. ايه الاكل المناسب ليهم وايه الاكل اللي يبتعدوا عنه؟ تمام حضرتك. هنبدا طبعا بمريض الضغط مثلا. على اساس ان الضغط ده بيصيب تقريبا 40% من الشعب المصري وممكن من 35-40% على مستوى العالم. تمام. تمام. مريض الضغط يجب الابتعاد كل البعد عن الملح والدهون. الدهون ده هي تعتبر ممنوعه في كل الامراض سواء كان ضغط عالي او واطي. لا، الضغط الواطي ده عامه بيبقى له نظام برضه تغذيه معينه. يعني ده بيعرفوها بقى بتاع التغذيه العلاجيه وكده. انما الضغط المرتفع بالذات اللي هي الحاله المرضيه الاخطر عندنا. الضغط المنخفض ده بيجي من الحاجات دي، بنصلح الحاجات دي وبناكل نظام غذائي معين. بس هي الدهون عامه بكثره مش محفزه طبعا خالص. طبعا. وحتى للسليم حضرتك. فاحنا بالنسبه لمريض الضغط بنقول مثلا يا جماعه يبعد كل البعد عن الملح، يبعد كل البعد عن الدهون. تمام. يكثر من الفواكه والخضروات. يعني عندنا حتى مقوله بتقول مثلا انجليزي مشهور جدا يقول لك ايه، وان ابل ادي كيف ذا دكتور اوي. تمام. تفاحه واحده يوميا تخليك بعيد عن الدكتور. بعيد عن الدكتور تماما. يعني ما قالش بقى ايه يعني نجيب مثلا 100 كيلو تفاحه 10 كيلو تفاحه، لا، هي تفاحه واحده بس. يعني نقصد ان يكون اكل متوازن وصحي وسليم في كل العناصر. الفاكهه والخضروات مهمه جدا. تمام. بتساعد على ان الشرايين بتاع الجسم كلها تتحسن، تنقبض وتنبسط بسلاسه، تتخلص من الدهون، الحاجات الربانيه كلها. تمام. نيجي مثلا لمريض السكر. السكر زي ما قلنا حضرتك السموم البيضاء اربعه، الدهن والملح والسكريات. تمام. والعيش الابيض، الاربعه دول ممنوعين على مريض السكر. ممنوعين. اه. او النشويات عموما يا دكتور. النشويات طبعا فيها نوع من انواع السكريات. بتتحول للسكريات طبعا. سواء الرز والمكرونه الحاجات دي كلها لازم برضو الانسان ياكلها باحتياطات كامله جدا. تمام. فاحنا بنقول يا جماعه السكر والضغط دول وجهين لعمله واحده. فمعظم الاطعمه اللي ممنوعه على مريض السكر بنمنعها على مريض الضغط والعكس برضو. تمام. لان السكر بيؤدي الى ضغط. تمام. تمام. يعني الانسان مريض السكر عندنا حتى ضغطه ما يزيدش عن 130/80. تمام. ليه بقى؟ لو زاد ل 140/90 يبقى عرض الضغط يرتفع نبدا له علاج. في حين المريض الانسان المعافى تماما ولا قدر الله بدا يعاني من الضغط بدون فرصه لحد 140/90 الا مريض السكر. مجرد مريض السكر خطر. والكلى لما نوصل 130/85 بنبدا يبقى مؤشر خطير عندنا. لان هنا بيبقى هو عرضه يا دكتور. عرضه عشان طبعا. الشرايين اتاثرت خلاص بالسكر، دمر الشرايين وعمل فيها تصلبات وبدات تتكون جلطات. طبعا ده بالنسبه للسكر. ومريض الكبد. بالنسبه لمريض الكبد البروتينات الحاجات اللي هي فيها توابل وحاره والزيوت المشبعه. تمام. كل دي ممنوعه عنه. كمان حتى لو انسان بيخش في غيبوبه بنمنعه من بعض الادويه زي مضادات البول. فطبعا مريض الكبد بالذات بنبعده كل بعد عن البروتينات. بنقول له حتى لو ياكل لحمه تمام بيبقى قد علبه الكبريت يوميا. طبعا بالنسبه لزيت الزيتون حلو له قوي، ممنوع طبعا برضه الدهون عليه. ممنوع طبعا الزيت المقلي والحاجات المقليات دي كلها ممنوعه منها مبتا عليه.
فيعني ويكون وجبات خفيفه وسريعه ما يمنعش الفواكه ما فيش مشكله منها، طبق السلطه ما فيش مشكله منه. ده بالنسبه لمريض الكبد. هو قله الاكل مش مضر بس كتر الاكل هو اللي مضر اكيد طبعا. معانا ملك من السويس، مساء الخير يا ملك. الو، الخط اتقطع، الخط اتقطع. نكمل كلامنا يا دكتور. تمام. الاكلات المستحبه والاكلات اللي مش مستحبه. تمام. زي ما قلنا ان قله الاكل كويس لكن تمام. زياده الاكل هو اللي خطر. تمام. كنا بنتكلم قبل تمام. الفاصل وحضرتك قلت لي ان احنا مشكلتنا ان احنا في رمضان بمجرد ما بنفطر المغرب يقول الله اكبر بنملى المعده على طول. ده ايه الخطر بالظبط حضرتك؟ سبب التخمه طبعا، تخلي حتى المعده ما تتحركش بسلاسه، لان طبعا الجهاز الهضمي كل ما قللنا الاكل فيه كله ما ينبسط وينقبض بسلاسه، والاكل يبدا يتحرك في المعده وتهضم بسلاسه كبيره جدا. كذلك ان احنا عندنا معظم الامراض ومضاعفاتها بتيجي من زياده السكريات، زياده الدهون. تمام. طبعا الانسان لما اكل كتير الدم طبعا توزيعه في الجسم بيختلف، بيميل الخمول، بيميل انه ينام، وبالتالي المفروض بعد ما ياكل المفروض حتى مثلا بيتعشى ويتمشى، المفروض حتى الانسان طبعا في رمضان الحركه كويسه جدا. الحركه كويسه جدا. يعني حتى بنقولها بلد الحركه بركه، يعني دايما بنقول للناس تتمشى كل يوم نص ساعه. تمام. بدون احمال. وخاصه الناس اللي بيعالجوا الضغط او السكر. نيجي مثلا لحتى في اثناء السحور بنقول يا جماعه تسحروا وجبه متوازنه وكويسه، وبرده ما نزودش قوي الشبع، لان اللي عنده ضغط او سكر لا قدر الله ممكن بعد صلاه الفجر ينام، يقوم طبعاً خطر، يقوم بسكته دماغيه. طيب. يعني احنا عندنا السكته الدماغيه، عايزين نتكلم عن السكته الدماغيه. ايه اسباب السكته الدماغيه حضرتك؟ السكته الدماغيه موضوع كبير جدا، موضوع خطير. تاني سبب وفاه في مصر وفي العالم السكته الدماغيه بعد امراض القلب. ياه. موضوع مهم جدا منتشر. ده كبير قوي. لدرجه ان انا دايما بقولها اصبحت الجلطه بتاع المخ بتشنكل في الجرين واحنا ماشيين في المستشفيات او في عملنا، فجاه تبص واحد طب هو احسن. اغماء كامل، شلل كامل في نص، مش قادر يتكلم، كلامه بيتلعثم. تمام. الرؤيه عنده راحت. بنشوف طبعا العوامل الخطوره اللي عنده. بنسال مثلا بتلاقي ممكن يكون عنده ضغط مش واخد باله، قطر الصامت واهمل في نفسه، بيدخن بشراهه، متعصب اتوتر، وعنده ضغط قديم برضه مش واخد باله، عنده سكر. كل ديت عوامل او مقدم او عوامل بتساعد على ظهور الجلطه. عندنا السكته الدماغيه حاجتين، في جلطه وفي نزيف. الجلطه 85% من الناس بيبقى جلطه و15% نزيف. نزيف والحمد لله رب العالمين. النزيف خطير جدا. ما لسه كنت هسال حضرتك ايهما اصعب؟ النزيف طبعا. النزيف النزيف حضرتك بيبقى اصعب في الانسان اللي جاله نزيف وهو قاعد كده ما بيعملش حاجه. ليه بقى؟ بيبقى ده عنده تصلب في الشرايين، لا اما مرحله متقدمه من العمر، عنده ضغط وسكر والشرايين عنده متصلبه. طب اللي بيعمل اللي بيجيله نزيف في حادثه، لو شاب او صحته حلو متحمل بيعيش. وممكن كمان ما بنفتحش دماغه ونقول انه نشيل النزيف ده ولا عمليه ولا حاجه، ممكن بنحطه تحت الملحظه عندنا في الرعايه يوم واثنين، ولو نسبه النزيف صغيره بتمتص تروح لوحديها. وبعض الاحيان لا قدر الله نزيف شديد او حاسه شديده برضه بيبقى عندنا فرصه ان احنا نصلح الشرايين. ولكن بقى السكته الدماغيه اللي هي تخص الامراض الباطنيه وامراض الاعصاب، مش جراحه المخ والاعصاب. دي الخطر اللي فيها ان 25% من الناس دول تقريبا يعني بيتوفوا، لان عاده الشرايين بتاعتهم بتبقى فيها تصلبات ودهون وبتاع. الجلطه بتيجي نتيجه لايه؟ نتيجه ان احد الشرايين بتاع المخ زي القلب بتتسد. بتتسد بيبقى جزء من الدم وقف اتجلط. اتجلط وسد. الجلطه دي ممكن تكون من مخ او ممكن تكون من اعضاء اخرى اشهرها القلب. عشان كده بنقول القلب وجلطات القلب والمخ مرتبطين ببعض. دايما مريض جلطه المخ لما يجيلي على طول اعمل له رسم قلب، اكتشف ان عنده حاجه اسمها ذبذبه اذينيه راكفه، القلب مش منتظم في ضرباته، دي منه كان جلطات. الجلطه تكون في القلب تطلع على المخ. تمام. يبقى جات له سكته دماغيه على طول. فدايما وفي برضه هنا شرايين الرقبه برضه لو فيها ضيق او فيها تصلبات بتطلع جلطات في المخ. في برضه اورام وحاجات ثانيه كده اهوت. حتى السكته الدماغيه بعض الاحيان بتبقى نتيجه الاورام. بس دي بتبقى حالات نظر ومعروفه وكده اهوت، وعلاجها طبعا صعب. ربنا يعافي الناس كلهم اللي في الاورام وكده طبعا. يعني فانا جلطه المخ 85%. طيب برضه ازاي الراجل اللي لقيته حصل له الاعراض اللي قلت عليها دهيت ازاي اسعفه؟ في عندنا نوبه اقفاريه عابره بتقعد 24 ساعه فقط تستمر لثواني اربع. ايه هي؟ بيبقى في تنميله في بقه، تنميله في ايديه، ضعف في احد الاطراف، تلحسن في الكلام، مش في غيبوبه كامله. لو عدت بعد 24 ساعه رجع تماما طبيعي، ده بتبقى مؤشر خطير ان ده ممكن يجي له غلطه بعد كده. ده ما كونش عنده الجلطه ما كملتش. فلازم على طول بسرعه يستشير الطبيب المختص.
زي ما قلنا ياخد الاسبرين، يعمل رسم قلب، يشوف دهون الدم، يشوف التغذيه بتاعته، يمنع التدخين لو بيدخن، اللايف ستايل بتاعه في الاكل والشرب وممارسه الرياضه مهمه جدا، كل يوم يمشي نص ساعه، ده انذار له مبكر. طيب انسان بقى دخل في مرحله الجلطه بتاع المخ او النزيف، ده في بعض الاحيان النزيف ممكن يجي في غيبوبه كامله او يجي بتشنجات، النمسكت الدماغ جلطه المخ في بعض الاحيان بيجي بشلل نصفي، بعض الاحيان بيجي بتنميل، ومع الوقت في خلال اسبوع بص اكملت اصبح في شلل نصفي. المشكله في جلطه المخ او السكته الدماغيه في قعده المريض في اي حاجه عندنا في علم البطن او في الطب، كارثه ان المريض لو قعد في الفراش بتيجي له حاجه اسمها كره على الفراش، دي بتبقى النهايه بالظبط. ان هو لان هو بيقعد في العنايه المركزه او بياخد على طريقه واحده او على نومه واحده وبيجي له الجرح اللي هي قرحه الفراش عشان كده دايما بننصح ان تقليب المريض كل تقليب ساعتين. المريض كل ساعتين عندي في الرعايه لازم نقلبه شمال يمين كل ساعتين. انا كلمت قبل كده عن اهل الكهف في احد الحلقات، تمام. اهل الكهف عاشوا مئات السنين، ربنا سبحانه وتعالى في الايه ونقلمهم ذات اليمين وذات اليسار، الحركه حلوه التقليبه ديت اللي خلتهم قعدوا 309 سنه. تمام. فيعني هنا جلطه المخ بتيجي من انسان اللي هو ما بيمارس العادات السليمه في الاكل والشرب، ما بيدخن، عنده سكر واهمل فيه، عنده ضغط واهمل فيه. طيب ازاي اسعفه وانا في البيت؟ لو فعلا الانسان ده مش في تشنجات، ولو ان بقى هنا التشخيص بقى صعب شويه بالنسبه للعامه او بالنسبه للناس العاديين، انا كطبيب المفروض لما لو حصل عرضي بيطلع على طول على العياده او المستشفى، على اول ما بيجي لي باخد تاريخ مرضي كويس منه، برضه بالخبره بتاعتي بعرف ان الانسان ده دخل في جلطه، بديله برضه اسبرين. في حقنه مثلا بتتحط تحت الجلد اسمها الكليكسان. طيب لو انا شاكك، لان 15% بتبقى نزيف وتبقى كارثه، لو انا اعطيت علاج الجلطه لعلاج النزيف. ان احنا ممكن حضرتك انت بتتكلم بتقول ان احنا ممكن الجلطات هي عباره عن تجمعات دمويه. نعم. تمام. طيب انا هدي سيوله، هدي ادويه سيوله. أدوية سيولة. سواء كان سبرين او غيره للسيوله. طب افرض اصلا انا عندي نزيف. بالظبط. الحاله اللي انا بتعامل معاها حاله نزيف. في الحاله اللي زي ديت بنصح نعمل اشعه مقطعيه او رنين، الرنين ادق. ولكن الرنين في بلاد كتيره في العالم وحتى عندنا في مصر في بعض الاماكن ما فيهاش رنين، وحتى بعض المستشفيات في اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه حضرتك تبين النزيف في ساعتها. تمام. تبين لي كده بطرش بيضاء في المخ. يبقى ده نزيف. طيب لو طلع سليم وعنده ضعف في احد الجوانب الايسر او الايمن او تلعثمه او دبلوبيا يشوف الواحد اتنين، ده عاده بيبقى جلطه طالما الاشعه المقطعيه سليمه. ان مرنين يبين لي جلطه او نزيف في ساعتها. في ساعتها. عشان كده حتى في المستشفيات اللي الامكانيات بتاعها ضعيفه او لو الانسان في مركز طبي بعيد عن عن مثلا المدينه الرئيسيه ولا حاجه وعنده الاشعه المقطعيه، بنعالج المريض على انه جلطه ونعمل له الاشعه المقطعيه بعد 48 ساعه و72 ساعه تظهر الجلطه عندي. تمام. ففي الحاله دي لازم نعمل اشعه مقطعيه. تحدد بقى دي الفيصل. دي بتبقى الفيصل. النزيف عاده بيبقى حاد ويبقى في غيبوبه كامله. الجلطه زي ما قلت لحضرتك بتبقى متدرجه شويه، ممكن يجي نوبه اكفاريه عابره وممكن يجي بتلعثمه بتاع ما يبقاش في غيبوبه كامله. هنا الطبيب برضه بيعتمد على ايه؟ السكيلز بتاعته، المهاره بتاعته. طبعا ان هو يقدر يحدد. معانا ام ايمن من اسوان. مساء الخير يا ام ايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك يا فندم. وانت طيب يا دكتور. وانت طيبه. عندي سؤال لو سمحت. اتفضلي. انا عندي ضغط وسكر وفجاه كده، فجاه لاول مره، انا عندي 60 سنه يعني. ربنا يديك. فجاه لاول مره ان انا دقات القلب تبقى سريعه عندي والضغط عالي، بس انا عندي ضغط عصبي. تمام. تمام. عندها تنصحني ان انا اعمل ايه؟ لان اقل مجهود اليومين دول الحمد لله. الف سلامة على حضرتك يا امي، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيكي ويعافيكي. عندها 60 سنة، هي عندها ضغط عصبي. ضغط عصبي. تمام. وعندها سكر. بس الفترة الأخيرة دي من أقل مجهود نبضات القلب بقت عالية جدا وسريعة جدا. تمام حضرتك. طبعا هي بتقول ضغط عصبي. تمام. يعني في السن ده بالذات ما ينفعش برضه من الاول ضغط عصبي، ضغط عصبي في ناس صغيرين شويه بتضطر الدكتور يرجع الطبيعي. لازم تتابع الضغط بتاعها. لازم. لان موضوع الضغط العصبي ده عشان يتحدد مش سهل في المرحله بتاعتها ديت. احنا بنقيس الضغط، بنقيس على مدى شهر، على مدى اسبوع على الاقل، صباحا ومساء، وناخد متوسط القرايات علشان نعرف نحدد احنا ضغطنا قد ايه. قد ايه؟ فعلا هي تعالج من الضغط
ولا ما تبداش في العلاج. تمام تمام. فاحنا بنقيس الضغط الصباح والمساء لموت الصبح في حالتها عشان موضوع الضغط العصبي بتقول عليه مهم جدا. عشان الضغط اسمه قاتل الصامت. اه بالظبط. مش عايز الضغط ده يعني يسرقها وتبدا تبقى في لحظه واحده يرتفع بسبب السكته الدماغيه. سبب جلطه في المخ نزيف في المخ. اشهر سبب في السكته الدماغيه ارتفاع المفاجئ لضغط الدم. والانسان بيبقى طبيعي وقاعد بص دخلت مره واحده قاتل صامت وبقول انا عندي ضغط عصبي والضغط بيروح ويجي وانا خلاص انا مشيت على نظام اكل. طبعا لازم الواحد يخلي باله من الموضوع ده جدا. طبعا هي بتقول ضربات قلبها زياده شويه. الغده الدرقيه حضرتك لو هنرجع لسؤال الغده الدرقيه بس ناخد احمد من المنيا. مساء الخير يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. مع حضرتك يا فندم اتفضل. لو سمحت يا دكتور كل سنه وانت طيب حضرتك. وانت طيب. بقول لحضرتك انا عملت تحليل الغده الدرقيه وما طلعش عندي حاجه وعملت تحليل السبحي وفيروسات كبديه وسكر ما عنديش حاجه. تمام. انت بتشتكي من ايه يعني؟ اعراض ايه شكوتك؟ عندي سخونه في بطني في بطني في بطني رجليا وده سخونه مستمره على طول يا فندم. بطني رجليا. بطني ده ورجليا. ايديه ورجليا. تمام. ايوه تمام. وحضرتك كده بنام بحس براحه كده اثناء النوم كده بتجيلي. تمام تمام. وجيت لحضرتك بيخفش يعني كده يعني بينزل يعني من 81 لحد كام 70 75 كده نزل كتير يعني. طيب الف سلام عليك يا استاذ احمد. اسمع اجابه الدكتور. هو طبعا لو بيحس بسخونه في رجليه ولا حاجه طبعا مش موضوع قوي ولكن ده ممكن يعمل تحليل بول او املاح النقرس. الحاجات دي بتترسب في بعض الاحيان في المفاصل. تمام. موضوع الخسسان ده بقى موضوع كبير جدا. لو لقيت انسان خس مره واحده في خسسان مرضي وفي خسسان فيسيولوجي. يعني انسان بيبقى خاسس ما كانش كويس اجهد نفسه في الشغل لعب رياضه كتيره بتاع بس بيبقى مازال الرونق بتاع الوجه والجلد طبيعي. ان في خسسان بيبقى مرضي بتحس بقى ان بدا ضغطه ينزل بدا ياكل مش قادر ياكل يعني مش عايز اخوفه. طبعا احنا في عندنا روتين انفستيجيشن فحوصات بنعملها لاي حد زي ما قلنا لازم نعمل فيروسات الكبد يعني عملها حضرتك يعني وعمل السحايب وعمل كل حاجه وبقول ما فيش. تمام. ولكن في حاجه تانية اللي هي الاورام ولكن هي بعيد عنها برضو بنخاف من موضوع الاورام. ده نقطه تانية. لو عمل الفحوصات الروتينيه وسي بي سي برضو يعمل سي بي سي اللي هي صوره الدم الكامله اللي حضرتك قلتها في الحلقه في اول الحلقه. دي مهمه جدا نعملها برضو. هي سي بي سي المفروض ان نعملها كل شهرين ثلاثه بالظبط يعني كده. انا اعرف ان ده طبيعي ان المفروض إن حتى عشان نعرف ايه العناصر اللي محتاجينها او نزودها كدا. او نقلل منها. دي حضرتك بتبقى حاجه اسمها روتين انفستيجيشن عندنا دايما بنعملها لكل الناس. في واحد يقول انا عايز اطمئن على صحتي طبعا اروح اطلب له لسه التحاليل دهيت بعد الكشف الطب عليه طبعا لازم اشوفه هو عامل تحليل حمى روماتيزميه ممتاز جدا. بس برضه لو انا مش عارف سنه كام ممكن برضه يعمل رسم قلب. دي من ضمن الاسباب. يعمل تحليل الدهون. تمام. حتى لو الدهون عنده في بعض الاحيان الدهون مش الشحم الدهون الزياده عاده ممكن برضه تعمل مضاعفات. بس هو بيخس يعني هو 81 ونزل لوحده. ده يبقى بعيد عن الموضوع شويه ولكن انا شايف ان حالته ده محتاج يعمل روتين انفستيجيشن يطمئن على كل حاجه في جسمه. يطمئن عن المعده. تمام. يشوف جرثومه المعده مهمه جدا. تمام. تمام. يشوف بعض الاحيان درارات الاورام دي من الغده الدرقيه. هو قالها طبعا في خمور وفي نشاط الغده الدرقيه. الغده نشط عنده تخليه يخف. دي من ضمن الاسباب اللي عندنا. لو في التهابات لو عنده حمى تمام كل الحاجات دي ممكن تخلي وزنه ينقص ويفقد الشهيه فيها. اختلال الغده الدرقيه تمام ممكن تؤدي او تسبب نوع من انواع الجلطات او السكتات او الغيبوبه. طبعا احنا عندنا الغده الدرقيه دي هي غده موجوده في مقدمه الرقبه عامله زي الفراشه. تمام. وزنها تقريبا 20 جرام. تمام. في حالتين مرضيتين في الغده الدرقيه. في زياده في نشاط الغده الدرقيه وقصور في الغده الدرقيه. الغده لو نشطت يبقى لها اعراض واعراض واضحه جدا وحاله برضه مرضيه مهمه لازم نتابعها. الغده النشط ايه الاعراض بتاعتها؟ ما دخلش في غيبوبه بالعكس. الغده هتكلم طبعا عن الخمول اللي سبب غيبوبه بس خلينا نبدا بزياده في النشاط. زياده في النشاط بتخلي الانسان نشاطه اكتر من اللازم وتخلي الانسان خاسس عشان هو طبعا انا عملت الفحوصات دي كلها انا ما شفتش الفحوصات ده المفروض يتابعني. لو شفته ده اعرف عنده ايه. هو قال ده سليم وده سليم معلش انا باجي واتنظر في الفحوصات في يعني اخر مره جات لي حاله بالنسبه للغده الدرقيه دكتور علاج طبيعي امبارح. لقيت دكتور علاج طبيعي تعمل تحليل غده عشان الانسان اللي تعبت وجات عندي بتتابع مو في التخسيس. تمام. اكتشفت ان طلب تحليل الغده الدرقيه غلط. العلاج الطبيعي مش تخصصه قوي. احنا بتاع البطن والغدد تخصصنا الغده الدرقيه. فلقيت طلب التحليل غلط. فالبنت جايه بتقول ما التحليل طبيعيه. لقيت ان التحليل مطلوب لها غلط اساسا. فطبعا انا ما شفتش التحليل بتاعته.
لو شفت الحبه بتاعته الاقي في حاجات مش ممكن، يعني في الوضع بيختلف، هو بيكلمني بس الوضع يختلف لما اشوفه واطلع على الملف بتاعه واكشف عليه. فالغده الدرقيه حضرتك لو نشطه بنطلب لها حاجه اسمها الفريهات والتي اس اتش، بنلاقي الفريهات دهيت عاليه، الفريهات نازله والتي اس اتش بيبقى منخفض، فعكس خمول الغده الدرقيه. التي اس اتش هرمون مهم جدا بيبقى مرتفع ويتلخبط، وحتى برضه لو مش متخصصين بيطلعوا يقول لك ده التي اس اتش ده مرتفع يبقى الغده مرتفعه نشاط، لا ده العكس، التي اس اتش ده مرتفع يبقى الغده خامله عنده. نشاط الغده الدرقيه بيخلي ضربات القلب تزيد والانسان بيخف، ياكل كتير ما يزيدش عليه، النط بتاع الايدين بيبقى واضح جدا، بيبقى فيه جحوظ في العينين، وده حاله مرضيه بتبقى خطيره برضه وبيستلزم جراحه. طيب. هنا علاجه بعض الحين بيبقى جراحه، بنستخدم الايودين المشع، وممكن في الاخر ما جابش كل ده نتيجه، وعلاج طبي برضه ما جابش نتيجه بنضطر للجراحه. طيب. بنشيل جزء من الغده او بنشيل الغده كلها. طيب نيجي بقى في خمول الغده الدرقيه. نفس الكلام طبعا، احنا دايما بنقول الطب عندنا مهم اول خبره، مهم الانسان منا ياخد خبره عاليه. لازم المستشفيات على اساس علم كبير جدا وتجهيزاتها في تدريب الطبيب تدريب صحيح. بشوف مستشفيات مش مجهزه والطبيب يتخرج يروح فاتح عياده والتشخيصات اي حاجه في اي حاجه وغلط وطبعا عندنا شعب مصري جاهل تمام في الناحيه الطبيه، تلاقي بيروح لممارس عام. كنت لسه هسال حضرتك في الموضوع ده، الاختيار الطبيب او المتخصص انه يبقى متميز في التخصص بتاعه عليه كام في الميه من علاج؟ احنا بلد ما فيهاش رقابه. أيوة احنا بلدنا ما فيهاش رقابه خالص. انا عندي من فيوم عندي 90% اطباء فتحوا عيادهم مجرد ما اتخرجوا، و90% بيعالجوا غلط وما نزلوش تدريب في مستشفيات خالص. انا طول حياتي وانا في اكبر مستشفيات القاهره صحقت، لما رجعت الفيوم لقيت ما فيش مستوى علمي خالص. الواحد يتخرج يروح فاتح عياده. مش عايز اقول لك الصحه في الفيوم عندنا كلها فوضى يا دكتور، يعني دي محافظه من ضمن محافظات مهمه جدا في الناس. ده مرض، ده تعب، ده للاسف للاسف. انا وقت لو يسمح انا عايز اشوف الوزيره. لان يعني فعلا الصحه اصبحت في فوضى. والله كلنا عايزين نشتكي الوزيره بحاجات كتير. الصحه اصبحت في فوضى. طبعا انا عندي ثلاث ارباع اللي ماسكين مناصب في الفيوم موالفين عامين، يعني ما خدوش تخصص، يعني ما فقهوش حاجه لا في الطب ولا حتى في الاداريات، لدرجه انهم ما خرجوش منهم، ما خرجوش من الوحدات الصحيه، وواحد ماسك مدير والتاني ماسك. كارثه كارثه كبيره جدا. كارثه مصيبه، لدرجه ان في ملف قد كده في النيابه الاداريه، والنيابه الاداريه محلك سر مش عايزه تتحرك. تمام. انا للاسف لو وقت يسمح، بس انا طول حياتي وانا مكرس وقتي للعلم ولمعالجه المرضى. فعلا لو انا وقت يسمح الحاجات دي كلها باذن الله لازم تتغير، وهتتغير باذن الله. فطبعا يعني نسال الله ان يسهل الحال، يا رب يغير الحال، ويا رب بجد الرقابه تبقى افضل من كده، وان شاء الله باذن الفتره الجايه تبقى افضل. اخر حاله جات لي بالنسبه للغيبوبه، انخفاض نشاط الغده الدرقيه او خمول الغده الدرقيه. جيت لي حاله فوجئت ان شايله ده جلطه في المخ. يا جماعه ازاي؟ مين اللي شخص جلطه؟ دكتور. الله الله، اشوف الدكتور ده اساسا ممارس عام وطبيب في وحده صحيه. خد دبلومه ولا ماجستير في الريف وحسبه. والناس تجهل، الناس جهله، والعيب مش في الناس، في الرقابه. لا طبعا العيب مش في الناس، المريض تعبان رايح بيبقى عايز يستنجد باي حد كده، وده دكتور بالزبط. انت اتخرجت من كليه الطب وانت دكتور، كاتب له انه دكتور بقى وكاتب بقى، وهو اساسا يعني ما خدش، ما اتدربش على الاقل خالص، ما اتدربش حتى في مستشفى، خليه دكتور واخد دكتوراه، وتلاقيه ما خرجش من مستشفى مركز صغيره ولا يفقه حاجه في الطب خالص. طيب. ففوجئت ان الحاله خدت تاريخ مرضي من الاهليه. لا تعرفي حضرتك ان الاهليه هم اللي شخصوا الحاله، والدكتور الافندي اللي كشف على الحاله ومحولها لنا، محولها لي عليا، ما عرفش يخصه. قلت له يا جماعه بيتعالج من ايه؟ بيتعالج من الغده الدرقيه، خمول بس، ده غيبوبه تتبع لخمول الغده الدرقيه. اسمها بالعربي انا مش فاكره، الغيبوبه المخاطيه بيبقى فيها افرازات كتيره. الناس طب يا جماعه هو الدكتور مش عارف ده؟ قال لي عارف ان هو بيتعالج من الغده الدرقيه ومن خمول الغده الدرقيه. طبعا الراجل ده لحقته بالعافيه وحطيت على الاكسجين وهيدروكورتيزون وبتاع، ودخلناه في رعايه مركزه، وللاسف يعني تقريبا شهر شهرين وسمعنا انه توفى بسبب التشخيص الخاطئ. بسبب التشخيص الخاطئ. قعد يديله اسبرين بقى وكليكسان، وعالجه بقى على انه سكته دماغيه وجلطه في المخ، وروح اعمله اشعه مقطعيه وضيع وقته، ده جاب بعدها بيومين ثلاثه تقريبا يعني. لا يعني فالغده الدرقيه، خمول الغده الدرقيه يسبب غيبوبه بتبقى خطيره جدا. عشان كده بنقول دايما المواليد لازم المواليد الجدد بيحللوا الغده الدرقيه، بياخدوا تقريبا عينه من رجليهم بتاع الاطفال بيعرفوها وبيحللوها، لان المريض لو اتولد بخمول الغده يبقى عنده حاله اسمها الكريتينيزم، بيبقى مستوى الذكاء ضعيف، النمو بتاعه ضعيف جدا، بيفضل منتال ريتارد مدى الحياه، يعني عنده وعاهه ذهنيه مدى الحياه. فهرمون الغده الدرقيه مهم جدا، والحوامل كمان لازم يقيس هرمون الغده الدرقيه، لان حتى الست اللي عندها غده درقيه وحامل بنضطر نزود لها الجرعات. خمول الغده الدرقيه للاسف ما
ملوش علاج جراحي. هو علاجه بندي تعويض للغده الدرقيه بالادويه. ادويه في مسميات كتيره في الصيدليات ما بحبش لا طبعا اسمها. مش هنقول اسماء بالظبط كده التجاريه تمام. فيعني حاجات مهمه جدا الغده الدرقيه من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل غيبوبه شفت حالات كتيره جدا متعالجه على ان تشخيص خاطئ جدا حاجات تانية وبتشوف ان وزن الزياده من ضمن الحاجات اللي بتسبب زياده الغده الدرقيه. شفت شابه صغيره وزنها زياده جدا وراحت تتعالج عند احد الزملاء في تخصص تاني وعمال يعمل لها جلسات وبتاع وفجاه سالتها سؤال واحد هل والدها والدتها زياده فقالوا لا ده كل العيله عندها كل جسمهم عادي جدا اللي هي جسمها كده لا يبقى لازم هنا في الحاله دي نحلل نشوف الغده الدرقيه. وللاسف راحت عند احد الدكاتره ومشهورين جدا في تخصص تاني وعمال جلسات ولسات ولسات. انا كان نفسي يا دكتور اكمل مع حضرتك اكتر من كده بس احنا وقتنا خلص واشكرك جدا على الحلقه وان شاء الله باذن الله هيكون لينا حلقه تاني مع بعض. بشكرك وكل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه وكل المشاهدين بصحه وخير وسعاده وكل سنه وهم طيبين بمناسبه العيد يا رب. عيد سعيد علينا جميعا يا رب. امين يا رب. في نهايه حلقتنا بشكر الدكتور سعيد عبد الرحمن جحا استشاري امراض البطنه والقلب عضو الجمعيه العربيه لسكر الدم عضو الجمعيه المصريه لضغط الدم. اشكرك جدا يا دكتور. اهلا بسلام. أشكركم مشاهدينا الكرام وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة آخر حلقة من حلقات برنامج عيادة رمضان بس مستمرين معاكم بعد رمضان في برامجنا عيادات قناة الصحة اللي بتهتم في المقام الأول والأخير بصحة مشاهدينا الكرام وبيكون معنا وبيشرفنا أفضل الدكاترة المتخصصين في كل المجالات. إن شاء الله بإذن الله هكون معاكم بعد رمضان وكل سنة وانتم طيبين. أترككم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.